وغادي نشوف واحد الفيديو ديال الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. اسمح لي شويه تعبان، كنتم تسمعون صوتي كما تسمعونه، لكن اريد ان ابقى هذا السمع في اذانكم ولا تسمعوني بشكل اخر، ربما سوف يعجبكم. كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان، بالما تنام يغني عراوي عمام زمان، بادي الكلام كان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. فهاد الديسكور ديالو كان اكثر من رائع، لان شوف الطريقه كيفاش اعتذر على انه يغني، وكنشوف انه عنده الصح، ان الانسان ملي كي يلحق لواحد لاج ويكبر بيان سور ما يمكنش كلشي يتبعك في السن، اما الصوت اما هادي اما فضل ان تبقى الناس عندهم في ديك الذكرى ديالتهم الصوت ديال الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، من اكثر الفنانين جراه في المغرب، جراه في الفن. راه خاصك تكون جريء، راه باش تغني باش تغني اغنيه سوق البشريه كتبيع وتشري فيها اغنيه باش تكتبها، حتى واحد زعما كنتحدى اي واحد يزعم يدير ان برودوي ارتستيك بحال هذا اكطوال باش يكتبها. واش هو اللي كتبها؟ لا باش يغنيها، باش يغني في مون بارناس مات خويا يا بويا، وهذه تحيه كبيره للشاعر محمد الباتولي اللي هو كتبها، باش جرأتك انك تغني اغنيه على بحال هكا على 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 مون بارناس. شي واحد يقدر يدخل في اغنيه بحال هكا كلمه مون بارناس وعاود قصه؟ ما كاينش شي حد في الجرأه الفنيه في المغرب بحال ديال عبد الوهاب الدكالي. السن وصل انه هو عيا، وكنفضل بزاف ان واحد يخرج بهاد لا نوبليس، ودابا غنستعمل كلمه نوبل، بهاد لا نوبليس ويكتفي بدكشي اللي غنى قبل باش يخلي ديك ليماج زوينه. حسن ما كتلقاش واحد صافي كبر وعيا وباقي باغي يغني ومصمم. وي ابري سي دي شوا، ابري الفنان سي دي شوا، ياك تي داكور بيان سور سي دي شوا. لان مزيان انك توصل اولا، بعدا كنوجه تحيه كبيره للفنان وموسيقار الاجيال العظيم والكبير بزاف والعزيز واللي سافر بالاغنيه المغربيه، وهما يعدون على رؤوس الاصابع الرواد اللي سافروا بالاغنيه المغربيه للعالم العربي والعالم وداروا مسارح في العالم كله. الله يعطيه الصحه وطولة العمر ويخليه لينا، باسكو هادو الناس ما غيتعاودوش، ما يعاودوش التاريخ. كان سباق في الالحان، سباق في الالحان، وكانوا كيجيونا غريبين ملي كنا حنا صغار. الجرأه الالحان كيجيونا غريبه، كيفاش الموسيقى كيفاش؟ مي كان يقام ويقعد ولا يحترم فنيا من كبار الفنانين في العالم العربي، كيحترموه بزاف. دونك بغيت نرجع معاك ابتسام واحد النقطه ديال ان الفنان لاج وي مي مورير سور سان. كاين اللي بغى يبقى يغني تيموت سور سان، كاين اللي بغى يمثل تيموت سور سان. سي دي شوا. ما كتبقاش كاين الناس كتبقى عندهم هذا الكاباسيتي، كاين الناس مع لاج تيكبروا تيوليو تيعياو الصحه كتقولوا انا عيان يعني مريض السيد، كتولي الصحه ما كتمشيش معاك، غتطلع شخص ما غاديش دير ديك لا بيرفورمانس اللي كنتي كدير شحال هادي، وانت كتفضل الناس يبقاو ديما معاقلين على ديك لا بيرفورمانس ارتستيك ديالك تبقى في دماغك. بحال كاينين فنانين اعتزلوا في فريعان شبابهم الاج دو 35 40 ما كناش كنشوفهم، سا ريست توجور ان شوا. ولكن حتى الفنان اللي فضل انه هو يغني بالكلمات متقاطعه خصنا نحترمه، لانه هذاك الاداء اللي كيديره وهذيك لاسي اللي كيوقف فيها وداك الحب ديال الجمهور اللي كيعطي الحياه، نهار يحبس داك الشيء نهار غادي بالنسبه ليه هو انتهت الحياه. فإلى وصل الفنان انه يعتزل في واحد السن او لا انه قدر عليها فبرافو عليه شابو با. ولكن حتى اللي بغى يغني وما عندوش الجهد فين يغني، مثلا جورج واسوف الله يعطيه الصحه وطولة العمر، هي بزاف هي بزاف، ولكن راه كيموت على الفن. سي كوم سا، انا متفقه معك يوسف. كيبقى اختيار واختيار ديالو بيان سور. الموسيقى المغربيه انا كنت كنشوفو شحال هادي، وكنشوف كيفاش كيفاش تيغني وكيفاش كيلبس، راه كان فايت
راه كان فايت كان انا كان فايت لا واحد فريمون كان فايت فريمون شنو واقع ديك الساعه وكان ديما يسو ديماركي بالتكست ديالو ديما الاغاني ديالو حتى كيصدمك حتى كيصدمك بشي حاجه جلو ريسبكتوري تعزل معتزل جغنا ما غناش كيبقى الاستاذ الكبير اسطوره اسطوره كيف ما دار ليها اسطوره راه بحال واحد شحال واحد من غير كيكون غادي فواحد واحد الكارير انكرويابل كي وصل حتى الاخر كيطرا مشكل ولا كي مسكين كي تيموت بشي طريقه اللي ماشي هي هذيك ولا كيوقع عليه شي حاجه اللي نيجاتيف ولكن كتحتارمو حيت راه جر معاه واحد القطار هذا دونك فوالا هذه الانترفونسيون ديالي في هذا لابارت جوائز كبيره صحه البشريه الاغاني خداو جوائز على الصعيد العربي كامل اكيد بغيت نوجه لو سمحتوا لي واحد التحيه للسي عبد الهادي بالخياطه هو الله يطول في عمره الله يعطيه الصحه والعافيه والفنانه الكبيره القديره الحبيبه على قلبنا كاملين للا نعيمه سميح حتى هي اختارت انها تعتزل ما تبقاش تبان وكنجيني هما بثلاثه هذو اللي قلتي دابا عبد التكالي وعبد الهادي بالخياط الحاج عبد الهادي بالخياط ونعيمه سميح اختاروا انهم يبقاو شبانو فلاس ما يبقاوش يطلعوا سوكسين وانا بوما اختيارات صائبه باسكو دوك الناس ملي كيطلعوا سوكسين راه كانت نعيمه سميح الصوت ديالها شتي فين كيوصلوا ما شاء الله هذوك الناس كانوا كيطلعوا لا بيان سور وكاريزم وكانت كتلعوا لاسين راه كانوا داكشي اللي زعما الانجاز تاع سوكسان راه ما غيتعاودوش كيفاش بخفي بقى ديما عندك ليماج ديال نعيمه سميح كتغني سوكسان وعبد الهادي بالخياط بداك العود وداك فهمتيني داك لا جوستيس في الصوت وما كلهم جو بخفي ديما نبقاو في هاد ليماج هادي حيت اونكور اون فوا انا جو نو سوي با داكور انا الفنانيه مي بقاش عطي اون بيل بيرفورمانس ارتستيك سورتو لاسين صعيبه ويبقى يطلع سوكسان جو بخفي يبقى كوم سا يتكرم نوبلومون يتكرم ساعه ساعه نشوفوه ساعه ساعه مي باش يبدا يغني ويبقى اون تورني وما بقاش عنده الجهد بوغ موا انا جو بريفير يكون بحال الرواد المغرب وكيف ما داروا كلهم اختياراتهم صحيحه 100%